ما شاء الله، موقع ديفنس اكسبرس الاوكراني ان الشركة العامة للتسليح تلقت طلبات عسكرية من الجزائر ب50 مليون دولار. مكتب كيفلوش الذي يعد جزءا من اكرونو برون بروم باع صواريخ مضادة للدبابات من 100 ملم الى الجزائر، ويتعلق الامر هنا بصاروخ موجه ستوغنا انتج منه حوالي 111، جرى تطويره في العام 2000 ودخل الخدمة في الجيش الاوكراني عام 2006 من خلال دي كاكا بي لاش، والذي يدمر بشكل قياسي التير 55 دبابات تي 55 والقاصف ام تي 12 رابيرا وكل المدرعات الحديثة الثابتة والمتحركة على حد سواء. صواريخ ستوغنا هي أم الصناعة الأوكرانية الموجهة والمطورة والمسمى دي كا كا بي لاش، وفي 12 غشت 2021 ذكر العقد مع الجزائر. على سبيل المثال، لقد صنعنا صاروخا من فئة أو طراز 100 ملم في التطوير، نحن أنفقنا 3 ملايين دولار ثم كسبنا عقدا ب50 مليون دولار، هكذا صرح المدير العام. هناك لاش اس سي سي بي للسعودية في 2019 والذي اشترت 200 منها. هناك ايضا نماذج اخرى خصوصا كورسير للاردن بالمسمى جدارة، وايضا اليات لصواريخ منها الار كا 3 كا الار كا 13 اف. اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اسرار الشرق الاوسطية. ليست تركيا وحدها التي دخلت إلى عالم أوكرانيا من ناحية التطوير، هناك الجزائر التي دفعت 3 ملايين دولار من أجل تطوير خسرها الأوكرانيون على حد زعم الإدارة العامة، رغم أن الشركة نفسها تؤكد من خلال الوثائق أن هناك تطوير طلبه الجزائريون بمواصفات معينة، وبعدها مباشرة كان هناك عقد للجزائر ب50 مليون دولار. نحن نتحدث اليوم عن تطويرات موجهة أساسا للجيش الجزائري. هذا نفسه هو الذي كان بالنسبة للسعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول، فهي تطلب الصناعة الأوكرانية أولا كصناعة وتسليح تركي من جهة، وأيضا وهذا هو الأهم أن هناك ترتيب مع مستهلكي السلاح الروسي من جهة ثانية. هناك تطويرات تقوم بها أوكرانيا موجهة مثلا لجيوش محددة خصوصا الأردن مع الإمارات السعودية الآن، ورأينا البارحة كيف أن السعودية اليوم تتمتع بسلاح أردوغان عن طريق أوكرانيا تماما كما التكنولوجيا الإسرائيلية عن طريق اليونان. لا يهم هذا بقدر ما يهم القول أن الجزائر مع أوكرانيا تعد مثالا، لأنه في 12 غشت وأمام مؤتمر كان المثال هو الجزائر. ولماذا الجزائر؟ لأنها تمول التطويرات. هناك 3 ملايين دولار تحولت إلى 50 مليون دولار بعدها مباشرة بعد هذا النجاح. إذن العملية أساسا لماذا الجزائريون يطمحون إلى تطوير اليوم صواريخ ضد الدبابات وغدا صواريخ أخرى حسب الحاجة. إذن أول شيء بالنسبة للجيش الجزائري أنه لا يتوقف عن التطوير، وهذا شيء مهم. الآن تي 55 والآم تي أيضا، كل هذه المنظومة انتهت بشكل نهائي عبر منظومات مطلوبة للتطوير من جهة، وأيضا أمام عمليات موجهة بشكل رئيس إلى منظومة متكاملة. نحن نتحدث عن ستوغنا، هذه الصواريخ التي تعد بمثابة أم الصناعات المطورة في أوكرانيا من 2000 إلى اليوم. في 2006 دخلت هذه الصواريخ إلى الجيش الأوكراني وواجهت، واليوم واجهت بشكل كبير جدا مثل هذه الصواريخ، كانت مخيفة. وأنا أذكر هنا ليس تجاوزا أو مبالغة، هي هذه المنظومة أخافت روسيا، هذا هو الشيء المؤكد الآن والذي يمكن القول معه، أننا أمام منظومة تحاول جهد الإمكان أن تعزل التي 55 وكل ما طور عنها. يعني نحن نتحدث عن منظومة دبابات روسية، لدى الجزائريين ما يكفي
ولدى الجيش الجزائري الرغبة في أن يكون لديه صواريخ تعزل الدبابات الروسية. هذا في المنطق العادي غير مقبول، لأن الطرف الآخر العدو بين قوسين الخصم العسكري هو الذي يجب أن يأتي بهذه المنظومة ردا على الدبابات أو منظومة الدبابات الروسية لدى الجزائر. لدى الجزائر المنطق معكوس، بحيث أن هذه الصواريخ على وجه التحديد ليست موجهة للتي 55، هذه مجرد مناورة أساسا، لأن الطلبية عندما تفحصنا فيها وجدنا أن الأمر يتعلق بتوجيه مباشر ضد أبرامس الأمريكية. لذلك فلا تي 55 ولا أبرامس الأمريكية كلاهما يصطادهما هذا الصاروخ. هذا الصاروخ موجه ذكي، ويأخذ، هذا مهم جدا، ويأخذ هامشا للمناورة. يمكن أن يتأكد معه أن الدبابات الأمريكية إلى جانب الروسية كلها ستكون ضحايا لمثل هذا الصاروخ. ولذلك فإن مسألة التطوير كانت تحت شروط محددة اشترطتها الجزائر، قبلتها أوكرانيا، وبعد النجاح أصبح هناك عقد مباشر مع الجزائر. ليس الأمر كما نراه مع السعودية في 2019 ولا مع الأردن بعدها، هذا لم يكن بنفس السياق الذي حدث مع الجزائر، مسألة التطوير، تمويل التطوير وبعدها مباشرة إنجاز العقد. أهم يجب أن يتأكد في هذه النقطة على وجه التحديد لماذا تركز الجزائر على السلاح المضاد للدبابات، لأن أي تحرك بري باتجاه أراض تعتبر جزائرية أو خطوط حمراء رسمتها، كل هذا يعني مباشرة استخدام الدبابات في إنجاز محدد مع الجزائريين. ولذلك فالتركيز على الدبابات، التركيز على المضاد للدبابات، هذا يفيد من جهتين أننا أمام الجدار، تعاطي مع جدار للدبابات يكون باستوغنا أمرا مهما جدا. لما؟ لأن القصف بالنسبة لاستوغنا وبالمائة مليمتر هذا يفيد في الضربات الموجهة بالأساس على نفس الخط الناري الموجود، وبالتالي فإن التعاطي مع ما يسمى بجدارات الدبابات أو جدران تأسيس جدار من الدبابات والمدرعات أو الجدار المدرع، كم يمكن أن يطلق عليه بهذا الشكل، سنجد على أن أي جدار مدرع مع استوغنا سيكون لديه نتائج عكس ما يعتقده الكثيرون. ولذلك فإن هذه المسألة مسألة التطويرات ذكية ومباشرة، ولذلك فالعملية اليوم هي عملية مدروسة بشكل عالم، مطورة بشكل أكبر، وموجهة للجزائر على وجه التحديد، وهذا الذي يرغب فيه الآن الجيش الجزائري. الجيش الجزائري يطلب دائما نسخة من السلاح المصدر له، وأن يكون حسب حاجات الجيش الجزائري، وهذا نفسه هو الذي حدث مع تطوير الممول من طرف الجزائر، تطوير العقدة، وبعد ذلك مباشرة الوصول إلى مثل هذه الصواريخ. إذن العملية اليوم هي عملية مدروسة وبشكل جدي، بحيث أن الجزائر اليوم تعتبر المثال في تمويل التطويرات العسكرية الأوكرانية مع الجزائر، وهذه هي الشراكة القادمة، هذا جزء من الشراكة القادمة، أصبحت المثال الذي يمكن أن يعطيه الأوكرانيون، لأننا أمام مثالين. أولا أوكرانيا تركيا، وتركيا تصنع عبر أوكرانيا أكثر من مادة أو سلاح دفاعي، هذه زاوية. الزاوية الثانية أن هناك تمويل للتطوير يتم، وبعد ذلك مباشرة تتم العقدة أو لا تتم، يكون مشروطا بنجاح العملية التطويرية بمشاركة الجزائريين. فالجزائر فقط تمول التطوير، وبعدها قد يتحقق التعاقد وقد لا يتحقق، على عكس تركيا فإنها تتحمل كامل المسؤولية في الفشل أو في النجاح. بالنسبة للجزائر لا، هي تمول حالة التطوير، ميزانية التطوير، فإن نجحت تنتقل مباشرة إلى هذه الصفقة، صفقة 50 مليون دولار. اليوم لماذا الجزائريون يعتمدون بشكل كبير جدا على صواريخ
المضادة للدبابات، لأن التحدي الحقيقي هو مع الجدارية الدفاعية بالنسبة لأبرامس الأمريكية، وكل سعي الجزائر هو الوصول إلى تجاوز هذا الامتياز إن كان امتيازا، وأيضا بالنسبة للتعاطي مع من اتجاه الشرق أن أي عنصر يتحرك عبر السلاح الروسي انطلاقا من حفتر عبر التي، أيضا لديه التي 55 ولديه دبابات روسية، فإن التعاطي مع أي دبابات لحفتر ستكون مباشرة بالسجنة الأوكرانية وسيكون تدميرا عاليا. لدى الجزائر ما يكفي من حالة التدمير الكامل للمدرعات مدرعات حفتر الليبية، وما يجري حاليا أننا أمام تطور غير مسبوق تجاه المدرعات والتعاطي مع المدرعات، وهذا هو التطور الاستثنائي في هذه النقطة على وجه التحديد. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.